الجولة الأولى يتحسر ولا يعرف كيف ضاعت. جول 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 جول، هدف أول للعميد. العميد عندما يهدد يسجل، لا ينتظر لا يضيع. النجاة الهجومية حاضرة الآن عن طريق رياض ناصر. النصر يأتي للفريق الأخضر، شوف الكرة الماضية والرأسية. رياض ارتقى فوق الجميع ووضع الكرة في شباك أدهم متولي. هدف أول للعميد الأهلاوي، أن تضغط وتبادر وتقترب من شباك الخصم لا يعنيك، لا يعني بأنك ستصل، ولا يعني أبدا بأنك لن تستقبل. هدف أول لنادي الأهلي عن طريق اللاعب علي صادق. أولى الأهداف ورياض كان أن تأتي بالجديد، فرصة خطيرة ما زالت. جول 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 جول، ثاني الأهداف للعميد الأهلاوي. ماذا يحدث لنادي السد؟ هدف ثاني عن طريق محمد الأنصاري. رياض ناصر سجل، الأنصاري يعود ويسجل الثاني. دربك وتيهان في دفاعات نادي السد، واستغلال بالطريقة الأمثل لمهاجم نادي الأهلي. شوف كيف انطلق خلف المدافعين، وشوف كيف وضعها على يمين الحارس أدهم متولي. الثاني للنادي الأهلي، والزعيم السداوي بالصفر من الأهداف والصفر من النقاط حتى اللحظة، في انتظار طبعا خمس دقائق ويتابع الكرة لا زالت قائمة. جول 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 جول، الهدف الأول للزعيم السد، يقلص الفارق عن طريق الثعلب راميسيل. راميسيل يسجل الآن بعدما ضيع أخطر فرص الجولة الأولى. يأتي رامي ويسجل من مجهود فردي، من مجهود خاص في اللقطة الماضية، تمريرة ورامي في المكان المناسب، لكن الكرة تحسب للاعب طلال إبراهيم. طلال هو من صنع الكرة، هو من سجل. أقول بالرغم من أن ركنية من الجهة اليمنى أهلاوية راسية. جول 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 جول، صنع الفارق بقامته الفارهة محمد الأنصاري، يسجل الثالث لنادي الأهلي ويعطي الأفضلية من جديد للعميد. محمد الأنصاري يسجل الثالث والثاني له شخصيا. شوف الكرة الماضية ارتقى فوق الجميع، من وسط ثلاث مدافعين ارتقى ووضع الكرة في الشباك. نعم فوارق بادية، فوارق بادية وواضحة للاعب محمد الأنصاري مقارنة مع مدافعي نادي السد. الهدف الثالث لنادي الأهلي والثاني لمحمد الأنصاري برأسية مركزة، والتقدم من الموسم الماضي في مرحلة الذهاب. جول 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 جول، الرابع الآن للعميد الأهلاوي فريد إبراهيم، يسجل الرابع والثالث له شخصيا في الدوري بتصويبة رائعة 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 جدا. هذه الكرة لا تصد ولا ترد في العارضة الأفقية ثم تغازل الشباك. فريد إبراهيم بهدف فريد من نوعه، هدف جميل جدا. الله على كرة، الله على التصويبة، صعبة 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 على الحارس أدهم متولي. على طريقة الكبار يسدد إبراهيم، يسجل إبراهيم بطريقة رائعة جميلة جدا، وبالتالي هو الهدف الرابع لنادي الأهلي في الذي يبحث عن الكو. جول 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 جول، هدف خامس للمتألق محمد الأنصاري. محمد الأنصاري العملاق يعود ويسجل الخامس، الخامس والثاني له أو الثالث له شخصيا في هذه المواجهة. هدف اللقاء محمد الأنصاري، العملاق يعرف الشباك بالرأسيات وبالأقدام. شوف الكرة كيف صوبت من محمد الأنصاري في شباك الحارس أدهم متولي، وخماسية أكيد تاريخية للعميد الأهلاوي على حساب الزعيم السداوي في هذه المواجهة. ما الذي يحدث لدفاعات نادي السد؟ ما الذي يحدث لأبناء المدرب هشام زايد في هذه المواجهة؟ خمس أهداف مقابل هدف، ثلاثية لهدف.